مساء الخير. اليوم حشوفكم فيديو شوية عن معسكر نادي الجيش القطري بالنمسا تحديدا مع نادي لينز. شوفوا يا سنزل للساحة نادي الجيش القطري. بداية الشوط الثاني تنظرون سافرة الحكم. بداية الشوط الثاني بين نادي لينز ونادي الجيش القطري من المعسكر التدريبي لنادي الجيش مدينة لينز مقاطعة كيرول النمساوية. أجواء جميلة طبعا، مشجعين عراقيين أكيد حاضرين هم دولة. نرجع للمباراة. NBC هي جاي تصور هاي المباراة. هذا المذيع مع نهاية المباراة نشكر لكم حسن المتابعة إلى لقاء آخر في فيديوهات جديدة. تشوس.